اهلا وسهلا بكم عزيزاتي، مرحبا بكم من جديد في مطبخ ليلى كميل. كنتمنى نلقاكم بخير، وكنتمنى هاد الشتي تكون جاتكم بالنفع وبالخير. اليوم غادي نقدم لكم وصفة ديال حليوة زوينة وسريعة جدا، وكتجي غزالة ومعلكة من الداخل. نتمنى انها تعجبكم وتجيكم سهلة. وقبل ما ندوزو نشوفو المقادير ديالها، غادي نخليكم مع قناة أو ضيفة القناة اليوم، غادي تكون هي لمسات أم سليمان. قناة زوينة وفعلا فيها لمسات رائعة، وفيها فيديوهات زوينة وفيها مفيدة بزاف. كنتمنى أنكم تزوروها وتدعموها، ونخليكم مع المقادير ديال الوصفة. اذا كما شفتوا في المقادير، فغناخدو 120 غرام ديال اللوز. بالنسبه للوز غير محمر، وما طحنتوش مزيان مزيان، يعني خليته شويه مهرمش، وضفت ليه 120 غرام ديال السكر، و120 غرام ديال الزبده، و120 غرام ديال الطحين. هاد الوصفه سهل باش تحفظوها، لان 120 غرام من 4 ديال الحوايج زائد الكاكاو زائد الخماره. غادي نضيف الخماره، واحد شويه ديال الخماره، تقريبا معلقه صغيره عامره. وغادي نضيف 2 معالق ديال الكاكاو. هنا ضفت الكاكاو المر اللي اللون ديالو اسود مغلوق. غادي نجمع هاد المكونات مزيان بيدي، حتى كي ديك الزبده كتجمع المقادير كامله، وكيولي ليا خليط معلك كما تتشوفوا. غادي ناخده وغادي نديرو كويرات. غادي نست في الكويرات من بعد غير شويه، لان كتزيد تهبط. وهذاك اللوز ما طحنتوش بزاف بزاف، باش يبقاو عندي دوك الطريفات ديالو في وسط من الغريبه كما كتشوفوا. اذا غنست فات الخليط كامل في فات صينيه الفران، وغادي ندخلو الفران على درجه حراره 180، وغادي نخليه المده ديال ربع ساعه حتى ثلث ساعه، حتى كطيب وكتشقق كنشعلو ليها عادي من الفوق ومن التحت. وها هي الغريبه ديالي خرجت من الفران. كنتمنى انها تكون عجبتكم، وبسيطة فعلا وسريعة جدا، المذاق ديالها غزال لا يقاوم. كنتمنى تعجبكم. إلى اللقاء إن شاء الله في فيديوهات قادمة. مع السلامة.